حياكم الله. طبعاً الإحصاءات أنا أعتقد أنها مهمة جداً تثبت ما نقوله، وتمنى حقيقة أنه لشركاتنا السعودية أو شركاتنا العربية عشان تعرف واقع عملائها أن تقوم بمسوحات واستبانات دائماً لتعرف مدى رضا العملاء. الشركات الكبيرة دائماً يقومون بما نسويه المتسوق الخفي. إيش هو المتسوق الخفي؟ إنك ترسل ناس غير معروفين للشركة أو موظفين الشركة يقيمون خدمات الشركة ويرفعوا لك تقارير، فهذه دائماً مهمة جداً. أنصح دائماً مدراء الشركات أن يجلسون في مكاتبهم ويعتمدون على التقارير، أن يقومون هم بأنفسهم لزيارة محلاتهم وتجربة خدماتهم. صدقوني يا جماعة، لما تقوم أنت كمدير شركة وكل مسؤول عن خدمة العملاء في الشركة بتجربة منتجات وخدمات الشركة حتفهم ما يدور في السوق. أتذكر شركة كبيرة من الشركات أعلنت إعلانات رائعة في كل مكان، في الموبيز، في الشوارع، في الجرائد، في السوشيال ميديا، وضعوا تلفونات، ولكن عندما الناس يرفعون السماعة ما في أحد يتجاوب على في الكول سنترز عن خدماتهم. هذه مشكلة. كيف تستطيع الشركات أن تقدم خدمات عملاء جيدة وهم ما يعرفون الواقع؟ لا تعتمدون على التقارير اللي تأتيكم على مكاتبكم جاهزة مجهزة، اذهبوا للسوق. وأعتقد أنه كنت أنا مرة شغال مع شركة من الشركات وكنا نعرف في قرارات أنفسنا إن خدمات العملاء عندنا سيئة وتحتاج إلى تطوير، كلفنا شركة من شركات السوق اللي في السوق أن تعطينا تقرير عن خدمة العملاء، وجدنا أن 90% من عملائنا سعداء ولكن غير الواقع. فدائما لا تثق إلا في الشركات الجيدة، لا تثق إلا في البحوث الجيدة اللي تستطيع أن يعني تعطيك الواقع. نرجع، فقط 7% من العملاء في أمريكا، 7% في العملاء في أمريكا قالوا إن الخدمات اللي تلقتها من تلقوها من الشركات فاقت توقعاتهم، فما بالك بالنسبة عندنا في السعودية. سؤال، هل المستهلك في السوق العربي أو السوق السعودي بما أن إحنا الآن موجودين فيه أكثر ثقافة وعلما ومعرفة من المتسوق الأوروبي؟ هل شركاتنا السعودية والعربية تقدم خدمات تفوق الخدمات اللي في الغرب؟ أنا أعتقد إن المستهلك في العالم العربي ما زال يحتاج إلى سنوات كثيرة جدا ليتلقى الخدمات كما يتلقاها المستهلك في السوق العالمي. فهذه مهمة جدا إنك تعرف عملائك وتعرف توقعاتهم. عملائنا في السوق العربي ترى حبيبين، توقعاتهم ما هي بعالية جدا لأسباب عدة. أول شيء عدم ضمانات الموجودة في الشركات، عدم الأنظمة الموجودة. طبعا الحمد لله الآن في سوقنا السعودي تحسن الوضع كثير، وزارة التجارة تقوم بعمل رائع جدا في قضية تطوير خدمات العملاء. أتمنى حتى جمعية حماية المستهلك يقومون بهذه الأدوار، ولكن في النهاية يجب أن تتعامل الشركة مع العملاء. طبعا سؤال ثاني، هل الشركات العالمية لما تأتي للسوق السعودي هي تقدم خدمات أفضل من الشركات السعودية؟ أعتقد نعم، ولهم دور يعني بارز. كلنا نتذكر قبل كم سنوات لا نستطيع أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، تغيرت الحمد لله لأنه كانت في شركات عالمية جت وطبقت هذا المفهوم. خدمات العملاء ما زالت تتطور، ولكننا متوقع أنها حتكون أفضل وأكثر لما تكون في منافسة أكثر. 89% من العملاء توقفوا مع التعامل مع الشركة لأن الخدمات المقدمة لهم سيئة. كم سؤال شركاتنا، كم تفقد شركاتنا من عملاء شهريا أو سنويا؟ إحنا نعرف هناك أسباب كثيرة لفقد العملاء، أما أنهم تركوا المدينة وذهبوا أو أنهم ماتوا، ولكن كم نسبة الذين يتركون الشركة لأسباب متعلقة بخدمة العملاء؟ رغبات العملاء متجددة وسوقنا متجدد، كل يوم بتطور. يعني خذ مثال مثلا آيفون ولا سامسونج، كل يوم بتغير كل سنة، فأذواق العملاء تتغير. في منتجات يا جماعة ماتت وطلعت من السوق، من يتذكر الفاكس؟ من يتذكر البيجر؟ من يتذكر طبعا الفوتوكوبي ماشين الآن في الطريقة للزوال؟ فإذا ما جددت الشركة منتجاتها في شركات ماتت.
شركات كثيرة ماتت. ليش؟ لأن منتجاتهم زيركس مثلا تصوير ما عاد هي موجودة، كوداك ما هي موجودة، لأن تغيرت المنتجات. فالشركات اللي ما تطور تموت. هل طبعا لو تسأل شركاتنا هل فعلا يقدمون خدمات؟ طبعا في أمريكا 80% من الشركات قالوا إنهم يقدمون خدمات رائعة للعملاء. السؤال مو كم قالت شركة أو اشترى شركة، السؤال المستهلك هل يقتنع بهذا الكلام؟ 80% من الشركات الأمريكية قالوا قدمنا خدمات رائعة للعملاء، لأنه كلها على ورق صح. 8% فقط من العملاء أقروا بذلك، البقية قالوا لا ما قدمت خدمات عملاء. فأنت بعض شركاتنا جميل جدا، عندهم كود اوف إثكس، عندهم مانوالز خدمة العملاء، عندهم كلام جميل جدا، ولكن في الواقع غير ممارس لأنه لا يوجد هناك رقابة. ثاني شيء، العملاء لا يشترون منتجاتك وخدماتك، هم يشترون مصداقيتك وموثوقيتك. إذا احتاجوك وجدوك، إذا جاء مشكلة في المنتج على طول جو. أنا أتذكر الأسبوع الماضي ولدي سعد اشترى له سكوتر أبو درجتين، ساعتين خرب. وين الشركة؟ طبعا الآن مع الانستغرام ومع يعني التسوق، وسائل التسوق الجديدة، بدأ عندنا خدمة العملاء تقل كثير. 62% من أمريكا غيروا شركاتهم لأن خدمات عملائهم سيئة. الولاء العميل، ماذا نعني بولاء العميل؟ ولاء العميل أنه يشتري منك اليوم ودوم. ولا العميل انه لما يشتري منك ينصح اخوانه يشترون منك. ولكن هل عملائنا عندهم هذا الولاء؟ هذا هو السؤال اللي يجب ان نطرحه. هل شركاتنا مهتمه بهذا الولاء؟ هذا السؤال اللي يجب ان نهتم. كم عميل جديد شركات الاتصالات السعوديه مثلا تردبه يوميا؟ هذا العميل الجديد من وين جاي؟ هو جاي يا من موبايلي يا جاي من زين. طبعا انا قلت قبل شوي ما حتكلم في التجارب السيئه عن شركات، ولكن بذكر الشركات اذا المثال ينطبق عليها. العميل اللي ياتي لموبايلي ولا ياتي لزين ولا ياتي، ترى هم كلهم من العملاء. كيف تستطيع الشركه ان تجذب العميل؟ والمهم ليس جذب العميل، المهم المحافظه على هذا العميل. هل عندك رغبه انت كمستهلك انك تدفع مبلغ اكثر شوي عشان مقابل خدمه ممتازه؟ أنا أعتقد أن بعض العملاء عندهم رغبة. 9 من 10 أمريكان عندهم هذه الرغبة، يقول نعم أبغى أدفع زيادة وأتلقى خدمات عملاء ممتازة. قلنا وعددنا 96% من عملائك الغاضبين حيتركونك ويروحون. كيف تستطيع الشركة أن تتعامل مع العملاء؟ ترى التعامل مع العملاء مو سهل طبعا، ولكن ما هو صعب. لما يجيك عميل زعلان كيف تتعامل معه؟ طبعا احنا بنذكر في اثناء المحاضرات القادمه استراتيجيه التعامل مع العملاء. 19 عميل في السوق السعودي، كيف تستطيع ان تتعامل معهم؟ لما يجيك عميل ويسبك ويسب شركتك ويتكلم بكل الكلام كيف تتعامل معه؟ طبعا في استراتيجية. ولكن العميل لما جاك وسبك وسب شركتك، هل يعرفك؟ هل بينك وبينه سابق معرفة؟ لا، هو لا يسبك بذاتك، هو يسب الشركة، ولكن كيف تستطيع أن تتعامل معه؟ عندما يشتكي العميل هو لا يخبرك عن مشكلته، ولكن يعطيك درس مجاني كيف تستطيع أن تقدم خدمات أفضل من الخدمات المقدمة. هل عملاء اليوم 2015 مختلفين عن عملاء 1980 ولا لا؟ طبعا مختلفين. الشركات الكبيرة والقديمة تعرف أن العملاء في 1980 لم يكن عندهم هذا الكم الهائل من المعلومات. الآن أي واحد فينا يبغى يشتري كاميرا، يبغى يشتري جوال، يبغى يشتري سيارة، ما حيروح على طول لمعرض السيارات والمعرض الكاميرا ويشتري من عندهم. قبل، أول ما يبدأ بيبحث معلومات في الإنترنت،
وبيجير كل المعلومات المحتاجينها. الآن في كميات من المعلومات الشرائية في الإنترنت مهولة، سواء بالعربي أو بالإنجليزي، وإذا كانت لغة الإنجليزية أفضل بيكون عنده تقييم أفضل. من أول لا ما عندك معلومات، أنت معتمد على معلومات اللي جاتك من الشركة وتقرأ عنها في الكتروج والمعلومات، أو واحد اثنين من أصدقائك اللي عندهم بعض التجارب. الآن لا، العميل عنده، طبعاً إحنا قلنا قبل إن العميل العادي أو المستهلك العادي في السوق السعودي والسوق العالمي بيتلقى أكثر من 3000 رسالة تسويقية في اليوم. كمية من المعلومات تأتي، كيف يستطيع أن يفلتر هذه المعلومات؟ طبعا المعلومات اللي عنده انترست فيها ورغبة حيحفظها، المعلومات اللي ما تهمه ما حيهتم فيها. ولكن العميل اللي أصبح اليوم أكثر معلومات، أكثر ثقافة من قبل، أصبح العميل أكثر حساسية للخدمة. العميل يقيمك على ابتسامتك، كيف تستطيع أن تبتسم للعميل وليس فقط ابتسامتك. العميل بيقيمك من دخول قبل دخول المحل وأثناء دخول المحل وبعد خروج المحل، وبيقيمك حتى على موقعك الإلكتروني، بيقيمك على لبس الموظفين اللي عندك، بيقيمك على الكراسي، بيقيمك على كل شيء. العملاء أصبحوا الأكثر حساسية اليوم. العملاء ما عاد عندهم وقت كافي زي أول. العميل يبغى مستعجل يأخذ سلعته بأسرع وقت ممكن، ما هو على استعداد أن ينتظر في طوابير أو ينتظر على بال السلعة تكون متوفرة. توقعات العملاء زادت. من أول كنا حبيبين، توقعاتنا بسيطة. الآن بدأ الناس يسافرون، بدأ الناس يقارنون، بدأ الناس يعرفون. فيجب على شركاتنا أن تهتم بهذا الجانب. ولاء للسلعة ما عاد فيه. من أول أتذكر أيامنا كنت داني مثلا أبغى شاي معين أصر عليه لين ألقاه. الآن ما لقيت هذا الشاي، الشاي اللي بعده ما عندك مشكلة، تروح السوبر ماركت تلقى بدل السلعة 20 سلعة موجودة كلها، تقول تعال عندي الأفضل. طبعا دخل عندك عميل غير راضي، إيش بيسوي؟ لما تقول له يا أخي والله ما همني العميل، ترى ما هو عميل واحد، ولكن في النهاية حيتراكمون عدة عملاء، حتتكون صورة ذهنية سيئة عنك وعن منتجك وعن شركتك. ولذلك نقول دائما يا جماعة العميل هو محور اهتمام الشركة، ونراكم إن شاء الله.